معاكم؟ الأخبار؟ الحمد لله. يعني الحاجات المهمة جدا في المشروع واللي هي يمكن احنا قاعدين نشوف أهم بكثير من الحاجات اللي هي ليها علاقة بالتعليم بالكلام ده. يعني الحاجات المهمة إنه في جانب بتاع حماية قاعد تشكل بالنسبة للحياة دي من شكل الفراغ الممكن يلاقوه في الحلة في البيت في غيره لأنه بعيدين من المدرسة. غالبية الفتيات اللي بيكونوا في عمر شيء كبير إنهم بيكونوا شغالين يعني من خلال الشغل بيلاقوا كمية من المخاطر. في منحات مكثفة جدا بيكون للطالبات دي بحيث انه يقدر يلحقهم اصول محدده او يلحقهم مستوى محدد في التعليم بحيث انه بعد ذلك ينضموا للمدارس الرسميه او الحكوميه. العدد ثلاثه. اكثر من كده وجودوا مع بعض خليهم يمشوا في شكل بتاع مجموعات وده ممكن يكون قلل الفرص انه يكون الاعتدال. وجود المدارس في المعسكرات بيقوم بيبقى لنا زي اساس كده او جهه هي بتحملين البنات ديل من انه يحصل لهم اي انتهاكات برا. يعني الواحده بتيجي بتقعد في المدرسه في اليوم حوالي 5 إلى 6 ساعات. في الفتره دي الواحده بتكون استثمرت زمانها في انها اتعلمت حاجه جديده سواء كان حاجه شفاهيه ولا حاجه اعمال يدويه. المدرسه مفيده جدا بالنسبه لهم لانها بتدعم نفسيا، الواحدة بتدعمها دعم نفسي كبير جدا عشان ما تقدر تواصل في حياتها. المشاكل اللي بتواجه الطالبات مشاكل كثيره جدا جدا، ومن اهم المشاكل اللي بتواجههم انه قروش الرسوم سداد الرسوم. الشيء الثاني انه الطالبات ديل احنا دخلنا لاسرهم وتفقدنا احوالهم انه الوحده هنا تلقاها يعني انه حتى الصابونه دي بتبقى صعب عليها انه كيف انها تواصل. لكن كثر ناس اخواننا الخيرين من صيحه انهم في الفترات اللي فاتت قدرنا انه ندخل داخل الاسر ونفقد اهوالهم حتى وانه بنوفر لبعض وفرنا لبعض الطالبات الوجبه المدرسيه والزي المدرسي وقدرنا نشتري لهم احذيه وشنط وساعدنا الاسر حتى وانه يوم السبت باذن الله تعالى سوف يكون حضورا معنا للاحتفال باذن الله تعالى. الآن نحن في الغروبة استقبال يوم السبت، بنرحب بالاحتفال حيكون بوداع الخريجات اللي حولناهم للمدارس. واليوم ده أنا بالنسبة لي إنه أحسن يوم في حياتي أقابله لأنه بيرفع من شأن الدارسات وبيقويهم إنه يواصل للقدام.